طب هنا البعض يقول لك ولماذا لا يتنازل حسين سالم عن كل ثروته؟ يعني اذا كانوا الاخوان عرضوا ذلك لماذا لا يتنازل؟ ما انا ما رضيتش. لا هنا بقى خلاص الان نحن امام سلطه وطنيه. سلطه وطنيه اخد حق. انا ما رضيتش. طبق القانون. انا من ساعه ما قعدت معايا طلبت حاجه غير تطبيق القانون؟ طلبت منك غير تطبيق القانون؟ ارجوك قول لي انا طلبت حاجه غير تطبيق القانون؟ تطبيق طبق القانون. طيب هنا انت لا تتحمل فكره ان تعود الى مصر وتقول انا هامثل امام الجهات القضائيه. لا انا عاود الى مصر اذا طبقوا القانون. اذا طبقوا القانون احنا براء في هذه الحاله. اعود الى مصر. أوه. خليني امزج شويه بين الحديث عن صداقتك الوطيده بالرئيس السابق محمد حسني مبارك. هل هي تهمة هذه الصداقة؟ هل لو انت صديق لملك اسبانيا او للرئيس الجمهوري نيكاراغوا تبقى حرامي؟ هل من المعقول ان صديق اي صديق يبقى حرامي؟ اي رئيس جمهوري صديق اي رئيس جمهوري يبقى حرامي؟ انا مش فاهم والله. ارتقتوا بينا توا مني مين اللي ارتقى بينا توا مني؟ مش فاهم. لا ما هو الصداقة تفهم دائما على انها الصداقه مع رئيس دوله يعني استغلال نفوذ يعني تسهيلات. عملنا كده في مصر بس. في مصر بس العلاقه مع الرئيس كانت علاقه اجتماعيه بحته لم يتخللها في وقت من الاوقات اي عمل او اي منصب او اي طاعه او اي مصلحه. بالعكس انا فت مصر لقرب من الرئيس غير ان هو حاول يستخدمني لافادة مصر بس. يعني انت بتقول ان دي علاقة الصداقة اللي انتوا بتتعاملوا معها لانها تهمة انه العكس هو اللي حصل انه الرئيس هو الذي استخدمك لخدمة مصر. صح. مش انت اللي استخدمته للحصول على مكاسب خاصة. لا لا حصلش يا وائل بيه. في محطة إنسانية معينة في العلاقة مع الرئيس السابق مبارك؟ مفيش غير يوم ما السفير المصري كلمني في واشنطن كان أشرف غلول الله يرحمه وقال لي ابن أنور السادات الرئيس كلمني وابن أنور السادات موجود في ميامي عايزين نجيبه. تعرف موجود فين؟ في ميامي في أمريكا. عايزين نوديه مصر واحنا خايفين نجيبه مصر مش فاهمين تبقى عادل عمر. قلت له خايفين نوديه مصر ليه؟ خايفين يركبوه طيار. عشان مش عارفين ابقى عادل عمر اللي كان عامل الاخوان المسلمين على انور السادات. ده بعد اغتيال السادات؟ يوم اغتياله كلمني اشرف غبريل اللي هو سفير مصر في واشنطن. الله يرحمه. وقال لي السادات قلت له مين قال لك؟ اشمعنى؟ قال انت كويس واحنا بنثق فيك. ونفسه الريس كلم اشرف يعني قال احنا عايزين نجيب ابن السادات لمصر. رئيس مبارك وقتها اللي بدا يتسلم مقاليد الحكم يعني. لا ده كان نائبا للرئيس. يوم مقتل السادات. يوم 6 كان جمال ابن الرئيس في امريكا. كان في ميامي. في ميامي في امريكا. وقالوا لك عايزين نجيبه مصر عشان يحضر الجنازه فاخدت طياره من بالتيمور لمصر وهو كان معايا. خدت طياره من بالتيمور لمصر ومعانا انت محرز. نزلته في مطار القاهره واستخبيت لحد ما الوفود مشيت ونزلت. رحت سلمت عليه قلت له سلم جانس ده مبروك خد. لا نزلته واستخبيت ليه؟ ما بهزرش. هاخد بنط. هيتقال حسين سالم اللي جاب ابن وليه؟ الحكايه دي مر عليها 33 سنه. شوف بقى من 6 اكتوبر سنه 81 لحد دلوقتي كام؟ لا نزلته ورحت للرئيس. ما نزلتوش هو نزل. نزل كانوا واقفين تحت ناس كتير مستنيه وانا فضلت قاعد في الطياره.
استخبى الى ان ميتيو خالص رحت. وده كان اول معرفه جد يعني. اول معرفه بالرئيس السابق مبارك. رحت له قلت له جمال السادات وصل بالسلام في الحته الفلانيه. والست مدام جيان موجوده عارفه الحكايه دي، اسالها ما انت بتستضيف في البلدان كمان طبعا سيده فاضله. اسالها اسالها. فهنا الرئيس السابق مبارك وجد انك نجحت بسرعه في مهمه. نجح بسرعه فضلا على نجاحي في نقل الاسلحه لمده كم شهر، من 26% ل 25%. لا نقل الاسلحه. لا بس خليك معايا، انت بتبقى العلاقات ما مش مقسمه كده الاشياء، سلسلة ادوار دي عليها 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 تعمل علاقه. طبعا جت العلاقه وليت حاجه واحده. لا جت العلاقه وليت ان هو سمع ان في واحد بيشحن، سمع بيشحن الاسلحه من بيشحن بيشحن شحن فقط ب 6.5% بدل 26، واللي قال له كده كمال حسن على الله يرحمه. 6.5% بدل 26. ايوه. وانت لازم تحقق من هذه الارقام. ليه الامريكان كانوا عايزين ينقلوا لنا الاسلحه؟ 26.5% وانا لما عملوا الرقصه كان ارخص سعر 6.5%. يعني الامريكان عايزين ينقلوا الاسلحه الامريكيه لمصر بياخدوا 26% من قيمه الاسلحه؟ من قيمه الاسلحه. شحن. شحن. فانت قلت لهم انا اعملها ب 6.5%. 6.5%. قلت الاول قلت تمام. ودخلنا مناقشه كذا وقعدنا شويه. وصلنا ل 6.5%. فاعتبر ذلك انجازا يعني. الرئيس السابق اعتبرك انجاز. انجاز على بقيه جمال السادات على على على. يبقى انجاز يبقى الراجل منجز. والدليفر بالانجليزي يقولوا دليفرز، هي دليفرز. طيب بس في موضوع السلاح ده لسه هتكلم فيه، بس في محطة إنسانية مع الرئيس السابق مبارك تحديدا بعد ما زادت العلاقات الوطيدة. لا ما فيش غير يوم وفاة ابنه حبيبه محمد الله يرحمه. كان يوم وحش قوي، كان يوم أسود، كان يوم وحش. إزاي؟ مات على إيدي. مات على ايديه؟ على ايدين جده. ما تصدقش يعني محمد ابن علاء مبارك مات على هو جاله نزيف دم في المخ. نزيف دم في المخ وهو قاعد مع جده. وهو قاعد مع جده؟ ايوه. قالوا قال لهم ادوني اسبرينه. الولد طلق اسبرينه على وقت الاسبرينه كان الدم اللي بداخله. هات اسبرينه على اعتبار انه عنده صداع يعني. عنده صداع طبعا. فوجد الدم نازل من مناخيره. من مناخيره. وهو على ايدين الرئيس السابق مبارك. ومات. ابي يشوف حفيده تعبان ليه وبتاع. ما يعرفش. فقال لي ودوه باريس يمكن يردوه. وصل باريس ميت. الدكتور فرنساوي ساب المستشفى وجري. ليه؟ ميت. وهو كان ميت على ايد الرئيس السابق مبارك. ولكن باريس ميت. قال نبعته ربما. لا ما ربما ما عرفش. مش خبير هو في الموز والحياة والحاجات دي. بعثوه الحقوه. هل اثرت هذه الحادثه على الرئيس السابق؟ هل كانت نقطه فاصله؟ هذه الحادثه زائد عمليه العمل 2004 كلها اثر عليه. العمليه اللي كانت في العمود الفقري. في العمود الفقري. كلها احداث اثرت عليه صحيا. كل حاجه الله يكون في عونه. انت شايفه كان متعلقا باحفاده يعني ب لا لا راجل محمد تحديدا. راجل محترم جدا. راجل اب وجد وكل حاجه يعني. لا لا راجل محترم جدا. وكل اللي بعيد عنه كل يعني يشوف حبيبه على ايه. دي مش دي هي دي وسطها. دي بس بسيطة. انه يموت حفيده على دي خاصة دي. انت بتقول انه كان بيحبه هو متعلق بافراد اسرته ومعاه حق. تمام؟ يعني الحكايات اللي قالت المصطفى مش يقول لك
أعز الولد، ولد الولد. هو ده ولد الولد. أنت كنت موجود وقتها؟ نعم. واضح إنه طلب منك طلب يعني في ال... يطلب إيه؟ أستاذ حسين دايما في بعض الحاجات بتحب إنك تعلم الكثير ولكن لا ما فيش حاجة. دبول. وانا بختم النقطه دي ليه كان دايما اول ما يجي الرئيس السابق مبارك شرم الشيخ يقول هاتوا لي حسين سالم؟ كان زهقان من القاهره ولا فيها، وكان زهقان من القاهره وهو ما فيها، فكان عايز يقعد واحد ما يكلموش في السياسه. فكان تقدر تروح للجمهوريه السابق او الاسبق او الحالي او اي رئيس بدون اذن رئيس الجمهوريه؟ لا ازاي، انا هروح اخبط عليه مثلا واقول له رئيس انا؟ فاذا نتفق انه هو اللي كان بيننا، كان بيبعت لك يعني. فاروح اكلمه في الطريق، بتكلم في السياسه، بتكلم في عماد علي وخالد اسماعيل واستاذ زغلول واعرابي والدنيا كلها نتكلم. وكان في حاجات في السرقه، في حرب الاستنزاف بيننا وبينه. في ايه؟ في حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف. ايوه. فكنا بنتكلم، ما فيش سياسه خالص، ما فيش كلام تاني، كله زي كله كلام سياسي. تاريخ، ما فيش سياسه خالص. فكان بيريح مخه، بيريح مخه بحسين سالم يعني. سياسه لا، بيريح مخه هو. قاعد واحد ما بيتكلموش في طاره او في حاجه او حاجه. بس ده مش معناها انه ده استغلال نفوذ، لانه قاعدين في الجنينه. استغلال نفوذ منين؟ فين؟ ايه؟ ازاي؟ كان الحكايه دي بتدعو على الرئيس الجمهوريه تحترم وعدم الرئيس الجمهوريه. لما يجي الرئيس الجمهوريه يقول اعملوا الشيء الفلاني تلبي. بالعكس، ما كانش في استغلال نفوذ خالص، ما كانش. وهو لو بالضبط لو حس ان واحد بيستغل نفوذه معاه بينفر. بينفر؟ امال ايه؟ بينفر على طول. انما هو يدي تعليمات بس، وائل يعمل كذا وحسين يعمل كذا، خلاص نعمل حاضر. لكن لما يلاقي حد بيقرب منه عشان مصالح ينفر. ينفر منه. ينفر. ينفر. طيب استاذ حسين سالم هطلع فاصل. فاصل. فاصل ده هيريحك شويه. انت واضح مستني الفاصل ده. انا جاهز. انا متاسف على الكلام يعني. الكلام مفهوم كله ولا في كلام كتير. مفهوم. انا بحاول افهمه. انا تاني بقول للمشاهدين، لانه الكلام بيطلع احيانا من الاستاذ حسين سالم منقوصا بسبب الحاله الصحيه، لكن الكلام مفهوم. وهنكمل بعد الفاصل. بعد الفاصل هنكمل فتح الملفات، محاوله فك كل الالغاز مع رجل يوصف بانه حامل مفاتيح الالغاز والخفايا. وجهت إليه اتهامات عديدة، بدأت قديما بصفقات بيع السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت حديثا بصفقات بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أضاعت على الدولة أموالا طائلة. وبينهما اتهامات من نوع أنه الغطاء الاقتصادي لعائلة الرئيس الأسبق مبارك، وأنه الصندوق الأسود لها. جئنا إلى هنا إلى الضاحية التي يقطن فيها رجل الأعمال حسين سالم، لامورا دي ليخا. هذا واسم هذه الضاحية. التسوية ببساطة شديدة أن يدفع نصف ثروته 4 مليار و600 مليون جنيه مقابل إنهاء كل القضايا.